نسمع مع بعض ونشوف كده ايه اللي موجود في هذا الفيديو. اخويا الصغير كان بيلعب كوره في مدرسه شبرا العاديه. اسمه ايه؟ اسمه سعد. قلت له عليه شباب من سني كده عايزين يطلعوه من ارضيه الملعب بالعافيه. حصلت مشاده، في واحد بلطجي فيهم طلع كسلك وضربه ضربه في قلبه. طب انتوا عارفين اسامي الناس اللي اعتدت عليهم؟ ابن جمال صابر، شغال مع حازم صلاح ابو اسماعيل حركه حازمون. ده اللي احنا عرفناه لغايه دلوقتي، بس هنشوف اخونا ونشوف ايه اللي هيحصل. بس مش هي دي بلدنا ولا هي دي مصر، مش اكتر من كده. طب يعني ايه اللي حصل بعد ما اعتدى؟ 14 سنه بيلعب، يعني مش شاب ولا 14 سنه بيلعب كوره، اتقتل في قلبه، مش اكتر من كده. عشان ابن صابر، جمال صابر ده المتحدث الرسمي لحازمون. المتحدث الرسمي عايز يبعد عن ابنه وبيكتبوا علينا اللي احنا رحنا باوالي ورحنا كسر فتنا مسيحيين ومسلمين وكل ده الكلام طالع من عندهم. يبعدوا عن ابنه وعن عروض الفرج اللي احنا رحنا نشوف اخونا مرمي في الارض. قتلوا علينا بالاوالي وبالنار وبالمنطوب وبالحاجات دي كلها، واحنا اصلا رحنا فاضيين نشوف اخونا نشيله مع الارض، نروح مستشفى ولا نروح حاجه. اخونا ما لحقش يروح المستشفى من ضربه غدر بتاعت جمال صابر دوت. اديله بكسلك في قلبه كده. لغايه دلوقتي ثلاثه قتله واثنين في القصر العيني بين الحياه والموت، غير 10 مصابين. يعني في 10 مصابين غير ثلاثه قتله واثنين في حاله خطر. في حد منكم تعمل قبض عليه؟ لا، ما عندناش حد، عشان ما فيش حد عمل مننا حاجه. بس الجرايد بقى اللي تبع الناس ديت كتبت علينا كلام ما حصلش مننا. والله العظيم ما حصل مننا، احنا قاعدين لسه ما طلعناش اخونا نروح نكرمه وندفنه. لغايه وقتنا هذا ما طلعناش اخونا. الحقيقة مش هي